مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ من زحلة. نائب زحلة نائب الياس أصفان قرر تنظيف نهر البردوني أمامنا. هيدا حدث غير اعتيادي. رح نسمع أكثر من سعادة النائب. نائب الياس أصفان أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت. خبرنا كيف بدأت هيدا الخطة وقد أخذت وقت لتتنفذ؟ صراحة هذه الخطة كان لازم تبلش من زمان وزمان وزمان. على طول بنسمع حكي وبيحطوا بوست صور ولكن نار شو وسيخ، بس صراحة ما حدا عمل شيء. واليوم نحن بوقت أكتر ما حدا رح يعمل يقدر يعمل شيء. الدولة ساقطة، الدوائر ما عم تشتغل، البلديات ما معها مصاري، وبالتالي لابد إنه نحن نساعد نفسنا لحتى بالقليل نعيش هالحياة الكريمة اللي كلنا بنستحقها. فهيدا نهرنا، هيدا نهر زحلاوي، واليوم ما بعتقد ولا اي زحلاوي بيقدر يقعد ببيته ويكون في وسخ حواليه، وهيدا جزء من بيتنا النهر. فقررنا انه نحط ايدنا بايد بعضنا. قررت اني اطلع الصوت نقدر نعمل شيء. مشكور وزير الطاقه انه دغري يتفاعل معي وعطانا الموافقه لحتى نقدر نعمل هالاشغال. مشكورة مسيو عادل السروجي المتعهد اللي عم بيساعدنا وفيت معنا لأنه كمان زحلاوي ولمصلحة زحلة. وبشكر الكل اللي اليوم هلأ عم بيشاركوا واللي بدون يجوا يشاركوا، لأنه هيدا نوع من المسؤولية. بالنهاية جون اف كينيدي مرة قال ما تسأل شو فيها دولتك تعمل لك، سأل شو فيك تعمل لدولتك. فنحن اليوم صرنا بهيدا الوضع. نحن أنا بعتبر هيدا اللي خلينا نعتبره باب على اللامركزية، ناخده مثل وننطلق فيه من هون. هيدي أول ستب برحلة الألف ميل. عندنا مشاريع تانية رح تتلاحق وحدة ورا التانية. نحن ما منبلش شي ومنوقفه، رح نكمل للآخر لأنه زحلة بتستحق والزحلة بتستحق. كيف كان تفاعل الشارع الزحلاوي مع خطوتك؟ كيف لقيت الجو الشعبي يعني؟ يعني أنا حسب ما بعرف الشارع الزحلاوي ما كان عندي ولا أي أدنى شك إنه رح يصير في تفاعل وتفاعل إيجابي. بالنهاية كله بده مصلحه البلد، كله بده الناس تشتغل للبلد، واللي قادرين نقدر نعمله اليوم في ظل هذا الوضع عم نحاول انه نعمله. فاوقات فكره صغيره بتكبر وبتصير اكبر وبتصير اكبر وبتعمل افيه اكثر. فزحلني انا اكيد رح يلبوا النداء. هيدي اول اذا بدك حبه زرعناها بنهار اليوم. هلا اكيد بيكونوا جايين، بدنا نتفهم نهار الاحد كله بيكون سهران، نهار السبت بس رح يكون نهار مبارك، وان شاء الله بكره بنشوف نهر البردوني بحل جديد. شو اهميه نشوفه بحل جديد؟ قد ايه اهميه الخطوه اللي عم بتقوم فيها مع الاهالي؟ هيدي الخطوه لها عده اهميات وعده ابعاد. لها اهميه قبل كل شيء صحيه، لها اهميه بيئيه، واكثر شيء كمان لها اهميه سياحيه. نحن اليوم زحله من اجمل المدن والمناطق بلبنان. لسوء الحظ مع كل الاحوال زحلة شوي شوي عم تفقد موقعها السياحي على الخارطة اللبنانية. نحن هيدا ما رح نقبل فيه. كل عمره زحلة والبردوني تغنوا فيه، حكيوا عنه الشعرة والأدبة وتغنوا فيه المطربين، وبالتالي بقى نرجع نعيدها هاي، نرجع نعيدها التراديشنز اللي بزحلة، ونرجع نجيب هالأجر الغريب على زحلة، لأنه متى ما فاتوا على زحلة مرة بيصيروا بدهم يفوتوا كل مرة وما بقى يصيروا يحبوا بدهم يظهروا. بعد هالخطوة في خطوات أخرى ناوي تقوم فيها؟ أكيد أكيد أكيد. نحن اليوم هيدي الشقفة الأساسية من النهر يلي فيها أكتر شيء زبالة، بساق كمان إنه حد أوتيل يلي هو مرفق سياحي، بساق إنه على الطريق للمرافق السياحية تبعنا البردوني، بساق إنه حد البيوت. فبالتالي هيدي أنا بعتقد رح تكون فسحة جديدة للكل. بصير واحد يقدر يتمشى، يتمشى هوا نظيف، يتطلع على مي نظيفة جارية. يعني شو بده الواحد أحلى من هيك؟ بيرجع مدينته مثل ما بتستحق. هيدي أهم شغلة. نائب الياس أصفان شكرا لك على ظهورك معنا بصوت بيروت انترناشونال. بصير لحضوركم على زحلة ولازم تضلوا هون حبيبي دايما نحن هون. شكرا لك. مشاهدينا رح ناخذ لقطات، رح ناخذ لقطات أخرى. تفضل. دكتور ميشيل فتوش منسق اللوات اللبنانية بزحلة، عم يلفت لي نظري على معلومة لازم تعرفوها، بقى رح خليه هو يخبرك عنها. تفضل. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بزحلة. البردوني ما بيخلص هون، البردوني بيرجع بيصب الليطاني،
وقلنا سنين بنسمع بخطط عمل لتنظيف الليطاني وتثبيت الليطاني. فمثل ما قال استاذ الياس هذه خطوة أول خطوة بخطوة الألف ميل. بتمنى مثل ما بلشنا بزحلي بنهر البردوني نكمل على الليطاني كله، لأنه هيدا في مصلحة صحية لكل لبنان. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وشكرا على جهودكم. نتابع مشاهدينا نقل المشهد عن قرب من زحلي. إذن عملية تنظيف نهر البردوني بهيدي الأثناء. مبادرة من النائب الياس أصطفين. إذن مشاهدينا الكرام عم ننقل لكم عملية تنظيف نهر البردوني النهر الشهير بزحلي في البقاع. مجددا من زحلي عملية تنظيف نهر البردوني بالمبادرة من النائب الياس أصطفين. النائب اللي عم بيشرف حاليا على العملية مع مجموعة من أهالي زحلي. نائب الياس أصطفين بالسيارة نزل على النهر بهيد الأثناء. إذن أهمية كبرى لتنظيف نهر البردوني، أهمية صحية، أهمية سياحية. كنا نقلنا لكم أكثر من تقرير وبث مباشر سابع عبر صوت بيروت انترناشونال عن بعض الأوساخ الموجودة بالنهر اللي حاليا عم بيتم إزالتها بشكل تدريجي. نائب
بليز ستفين قال لصوت بيروت انترناشونال انه حصل على دعم من وزارة الطاقة بهيدي الخطوة اللي لقيت استجواب وتفاعل بالشارع الزحلاوي بشكل خاص والشارع البقاعي بشكل عام. النهر بيمتد من نقطة شارع البردوني إلى نقطة المنارة بزحلة. بلياس استفان إذن على مشارف نهر البردوني بإشراف كامل أو عم بيكون بإشراف كامل على عملية التنظيف. انه هيدا البث المباشر من زحلة. النائب الياس استفان منذكر مشاهدينا أطلق مبادرة تنظيف نهر البردوني بزحلة وقال لصوت بيروت انترناشونال أنه حصل على دعم من وزارة الطاقة بهذه الخطوة التي لاقت استجوابا فعالا وكبيرا من أهالي البلدة. جمعين على الطرف الآخر كمان عم بيتابعوا العملية من الأعلى. إذن مشاهدينا نقلنا لكم هيدا البث المباشر من زحلة، رح نتابع معكم طبعا نقل تفاصيل هيدا الملف بالكامل. شكرا على مشاهدتنا، نتمنى لكم يوم سعيد وعطلة سعيدة. كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشاهد.